النهارده واحنا بنتكلم عن المبادرات، احنا بنتكلم على الازمات، احنا بنتكلم ان احنا محتاجين طول الوقت نبقى صناع. يعني عارفين بالظبط زي فكره ايه؟ عارفين في مهن كده في مصر، مهن دي واحد بيبقى حزين قوي لما انها تبقى مفيش اجيال بتتوارثها، فبالتالي ممكن المهن دي تنقرض. لكن في محاولة إحياء، وأنا نفسي إنه حد يشتغل على الملف ده، محاولة إحياء مهن معينة ليها علاقة بيه، يقول لك ده مصري، ده اللي عمل ده مصري. فكرة بعض المهن كده نقول عليها إيه؟ إيدهم تتلف في حرير. فكرة الصناع تبقى إيدهم تتلف في حرير. فكرة إن أنت محتاج تبقى منتج، شخص منتج، شخص مضيف، شخص تخيل يبقى مع الوقت يبقى عندك قدرة ان انت يبقى عندك صاحب مشروع يبدأ صغير وبعد كده يكبر وبعد كده يبقى عندك ناس مسؤول عن، زي ما بنقول كده بالبلدي كده، لا بيشتغلوا معاك، فبالتالي لا انت حريص على انه شركتك تكبر، هو حريص على انه هو يبقى يعني مش عايز اقول فكرة الضمير لازم تبقى موجودة طول الوقت، لكن بيطبق احدث المعايير العلمية والافكار والابتكار زي ما بنقول، وازاي يجود من ده فكرة انك تبقى منتج. ده فكر عظيم واحساس عظيم قوي، ما تقعد مع صناع ويحكوا لك بداياتهم يبقى نفسك بالفعل ان انت ازاي تحقق اللي هم وصلوا له. لكن المسألة مش سهلة، اكيد مش سهلة. لازم نبدأ، طبعا لازم نبدأ. احنا بنتكلم على الصناعة لازم نشتغل عليها، بنتكلم على السياحة لازم نشتغل عليها، بنتكلم طول الوقت ان انا بغطي لحضراتكم من خلال المحافظات، اهلا رمضان بيعمل ايه، بنتكلم على المبادرات، بنتكلم على تحالف وطني، بنتكلم كمان انه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الا انه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي موجود وحاضر. كلمت حضراتكم وزعت لكم قبل كده، هو كان حاضر في كام محافظة، وده على فكرة توجيه حضراتكم أكيد تبعته سيد رئيس السيسي لما قال إذا كان 2022 كان عام المجتمع المدني فأنا عايزكم تبذلوا مجهود أكتر في 2023. ليه قال مجهود أكتر في 2023؟ علشان الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات واللي حصل لنا في قصة الدولار واللي حصل للدول النامية زي ما بنقول كده، وخروج بعض الاستثمارات منها نتيجة ارتفاع اللي حصل في من البنك الفيدرالي كفايدة على الدولار، وكل ده شرحناه وقلنا لحضراتكم. فتلاقي في وسط ده كله وفي وسط ما كلف بيه الرئيس السيسي المجتمع المدني تلاقي التحالف الوطني موجود، تتكلم كل المحافظات في كل المحافظات، وزي ما بنقول كده بالبلدي هيفضل رايح جاي رايح جاي على كل المحافظات. اللي حاضر في التحالف الوطني والحاضر في المجتمع المدني مؤسسة أبو العنين الخيرية اللي طول الوقت زي ما بقول لحضراتكم موجودة، ونتكلم على إطلاق التحالف قافلة جديدة تحت شعار ستر وعافية. فين؟ في الفيوم. بنتكلم على الجمعية التنموية أو الجمعية الاجتماعية مؤسسة أبو العنين حاضرة وفي الفيوم. تعالوا نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير هيكون مشرفني سيد سفير محمد العرابي. تعالوا نشوف التقرير ونشوف التحالف الوطني مقدم ايه، جمعية أبو العنين مقدمة ايه في الفيوم، ونعود ونتواصل مع حضرتك.
السكر عن امراض سوء التغذيه. عندنا النهارده كمان ندوات التوعيه، مؤسسه بهيه والجمعيه المصريه لتنظيم الاسره موجودين النهارده بينفذوا ندوات توعيه. مؤسسه صناع الخير مشاركه بقافله طبيه في مجال امراض العيون، بنكشف على الحالات، لو محتاج علاج بنصرف علاج، في نفس الوقت محتاج عمليات بيتم التنسيق مع الحالات والمستشفى، في خلال اسبوع باذن الله بنكون عاملين عمليات. محتاج نظاره بياخد مقاس النظاره وبيختار الشنبر، وفي خلال اسبوع 10 ايام بالكثير بيستلم النظاره من نفس مكان القافله. موجودين مع التحالف في كل بقعه من بقاع مصر، بنستهدف فيها الاسر الاولى بالرعايه، الاسر الاكثر استحقاقا، تقديم خدمات متكامله زي ما احنا شايفين النهارده في قوافل طبيه متميزه بتضم تقريبا 12 تخصص، اجهزه تعويضيه، كروت لذوي الاعاقه، منفذ كبير جدا لتوزيع مساعدات واعانات لاهالينا المستحقين. النهارده جمعيه الاورمان بتشارك هنا في القافله، معانا مشروعات تمكين اقتصادي، معانا اجهزه تعويضيه، ومعانا توزيع مواد غذائيه. النهارده بيعتبر نموذج لتكامل الخدمه الطبيه بين اكثر من مؤسسه لخدمه اهالينا في قريه الحمول، مركز يوسف الصديق، محافظه الفيوم. احنا دايما موجودين هنا في القوافل ستر وعافيه لعمل التوعيه عن مرض سرطان الثدي، وبنعرفهم ازاي يعملوا فحص ذاتي لنفسهم في البيت من بدايه يعني من بدايه البلوغ، فده بيفرق قوي قوي في التوعيه معاهم. الموضوع بتاعنا تنظيم الاسره، فاحنا بنقدم ليهم الوسائل والكشف تبعنا تبع راعي مصر والتحالف. يبارك لنا في الرئيس يا رب، ويبارك لنا في كل الناس. والله ما شاء الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. والله احنا كنا في قبلها، انا عندي عمليه متقرره في عينها، والله ما لاقي فلوس اعملها، كيس دم وهنا في بقي في عين هنا. انا النهارده جاي اكشف عظام وجاي اكشف العيوني، الف الف شكر. انا كشفت البنت الدور اللي فات وعملوا لها تحليل وقالوا لها هنتابع معاكي لمده سنه. محتاجينها والله، والله محتاجينها والله العظيم يا عم، وكتر الف خيركم. اولا بنشكر سياده الرئيس، بنشكر كل الناس اللي جت هنا وعرفوا ان احنا محتاجين، ومحتاجين الكشف والعلاج، والاطفال محتاجه كتير والله. ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم ميزان حسناتهم يا رب. كتر خيركم، وانتم ناس كويسين وناس مرح وتشكروا. جزاهم الله خيرا، وربنا يديهم الصحه، وربنا يقدرهم على هذا الخير يا رب. ربنا يخليهم ويقدمهم على كل خير يا رب، يصلح حالهم يا رب. حاجه على النبي يكفكم شر المرض 100 100 والله، يا ربنا يخيبكم يا رب. ربنا يكفكم شر المرض ويجعلكم في الخير على طول يا رب. الله يصلح حالهم ويبارك لهم ويجعلها بخير يا رب على طول. كل حلو من عند ربنا، ربنا يحفظكم يا رب كلكم. يذكر ان مؤسسه ابو العنين للنشاط الاجتماعي والخيريه تشارك بالعديد من الجهود والتنظيم والمساعدات تحت مظله التحالف الوطني